تي ما في بلاش. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم احبابنا في فيديو جديد. اليوم اوني اكسيون اليوم نهار جديد وفيديو جديد. عرفتي شنو ناري غادي تصدموا البنات؟ شوفوا وناري شدي النوبه في اكسيون اختي. شدي النوبه في اكسيون. واو نو باسكو يلا فتحوا فهمتوني البنات. عاد فتحوا فيق ولدي. يلا فتحوا البنات. هذا النهار هذا كله حيويه وان شاء الله كله تقضيه وكله خويه نجيب الجيوب. لا لا اليوم خويه نجيب جينا الاكسيون انا ممكن سدينها علينا. وعاد فتحوا كاع المجازات. اصبر ولدي اصبر كاع فتحوا كاع المجازات وقلنا نجيو الاكسيون ناخذوا منها شي حاجه لاننا محتاجينها منها وكتباع هنا رخيصه ديال الطوموبيل. غادي نوريها لكم حمزه غياخذها الا لقيناها حيت كاين بزاف ديال الناس. ومن بعد نشوف شنو جابوا الجديد كا ولا ما كتمايا. مهم لاول مره يشوف هذا الوجه السمح ويدخل هذه القناه هذه تابونا عندنا وفعل الجرس ودير لنا لايك. واللي دار لنا لايك راه تفرحنا وكيبغينا حباب قلبنا. الله يحفظكم وشكرا لكم بزاف وبقوا معايا في هذا الفيديو هذا اللي غيكون نار نار يا حبيبي نار نار. اول حاجه غنديرها غنمشي للاكسيون ياك لالا عليك. غنمشي اختي للاكسيون وثاني حاجه نديرها انني نتهلا في راسي اختي نتهلا في راسي اختي. وهاد هاد 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 لي ماش هذا درتهم من عام الفيل من نهار بارطاجيتي معكم درت لي ماش ويسد علينا عمي ماكرون كلشي سد علينا الكوافورات الكوافورين كلشي. ما كاينش تجيبيها للدار غادي نصور معها غادي نمشي فيها انا وياها ب 135 يورو. يعني اش غنقول لكم شوكت اختي شوكت شوكت شوكت. خاصني نبدل عليا هاد الحاله صافي. النفسيه محتاجه واحد اللوك جديد واحد اللوك شويه سخرنا واخا 5 سنين 6 سنين اللي جاب الله. غادي نشارك معكم طبيعه الحال غادي نشارك معكم كيفاش كنجدد من الطاقه ديالي ومن الشكل ديالي باش نكون جديده وانيقه في داركم. مره بنادم ماشي تلهي ومره عاوتاني يكون جديد انيق شي حاجه جديده. غادي نشارك معكم كلشي في هذا الفيديو ان شاء الله ونتمنى يعجبكم. غادي تشوفوا اللوك اللي غندير وغادي نمشي لهذا الصالون هذا اللي اول مره كنمشي ليه ما كنعرفو ما كيعرفني ما حتى شي حاجه غير لقيته منوطي مزيان في جوجل وفي المدينه ديالي قلت اجي نمشي عنده. غادي ان شاء الله غادي ندير غادي نقطع شعري وغادي ندير واحد الصبيغه وغادي نشوف واش يقدر ليا يدير ليا الطانينو اما اليوم مثلا ولا النهار اللي يدير عليه حيتاش غادي ندير حيتاش غادي ندير صباغه ما كنوش غادي يدير ليا الطانينو دغيا باش اختي نجبدوا هاد الزغبات هادو راه مصايبهم والو يعني حرشين ماشي حرشين ولكن ماشي ماشي اختي حرير حرير بحال ديال الشينوا. المهم غادي تشوفوا النيو لوك ديال نزيها اليوم الا عجبكم قولوها ليا في الكومنتيرات. ما عجبكم عطاو الراي ديالكم بكل صراحه بكل صراحه ماشي الا ما عجبكمش وكانوا بزاف الناس ما عجبوهمش وداك الشيء وكنت كنبان ماشي حتى اللي نقدر نبدلوها هاني الدنيا هانيه. المهم غنشارك معكم النيو لوك ديالي النيو لوك اسمع النيو لوك اللي بات هارب. المهم ما علينا النيو لوك ديالي وغنقول لكم شحال بعدا بدلت الثمن ولا بغا مول الصالون بارطاجي ليه الصالون ديالو السميه ديالو. المهم نبارطاجي لي الصالون ديالو اللي عجبكم بيان سيغ لا كوب وداك الشيء ما عرفتوش واش بنت ولا ولد هذه ما نعرف. مهم كلشي ديال الله انا بديت نخربق كلشي ديال الله وما عرفتش يقولوا يا فالداك على بالنسبه للصالون واش نبارطاجيو. هو يطول يا حبيبتي هو يطول انني نبارطاجي لي الصالون ديالو فابور غراتويتو ومخلصه كلشي مزيبي. حمزه صافي راه وجد الياس شتو الياس في لابوسات ديالو. حمزه هو يتسنى فيا انا ما عرفتش واش جايبه بعدا واش جايبه الكمامه ولا ما جايبهاش. مهم ان شاء الله نكونوا جايبينها. يلا ما تمشيش معايا ما تمشيش معايا لا بقاو معايا اختي. زي مالو مالو زي ولا على بالو ضربني بجماله اداني العالم ارو ارو شي دواي بردني قلبي راح كيعاني حبيبي. المهم البنات راني دخلت الاكسيون شوفوا الجديد اللي جابوا فيها. هذا شنو ديال الشموع شفتو 8 اورو 95. شوفوا المخاد ما نعرف هادو شحال دايرين. هادو ديال الفطوره معروفين ديال الاكسيون. لا سامو هاد الشميعات هادو عاجبيني الشميعات عاجبيني لانهم كيشعلوا واقيلا بالحجر ولا ما عرفت بالضبط وكيعطيو واحد الشكل انيق ولكن عاجبيني هادوك الكبار. هادو
انتم غادي نشوفوا اكسيون شنو جابت. واو داكشي رائع رائع جدا. شوفوا اختي على شكل قلب هذا سميتو زوين هذا الديكوراسيون. شوفي هذا فنيون حمق كيحمق اختي كيحمق هذا. ناخذ منه هذا حتى هو ناخذ منه 4 أورو و44 سنتيم. هذا القلب حتى هو ب 4 أورو و95 يعني 5 أورو يعني بالمغربيه هي 50 درهم البنات. وهذا فيه طابل دا بوان اورلوج فيه مكانه وطابله في نفس الوقت. واو فيه مكانه وطابله ب 15 اورو يعني 3000 ريال مغربيه البنات. هذا شي حاجه زوينه هذا حتى هو كيدار كيدار هكا حدا الصالون ما عرفتش شحال داير. شوفوا هذاك تقدر ديري فيه صوره ولا شي حاجه غير بجوج الاورو 59 شفتوا البنات غير بجوج الاورو 59. انا خديت هاد الجوج هادو تيقول لي واحد الراس خدي حتى هذا على شكل قلب شوفوا البنات شنو لقيت. هادو زوينين الدراري الصغار في الدار 6 أورو 99. وانا خديت البنات خديت ليهم البيجامات صورة فاتحينة هادي كاين هاد اللون كاين هذا وهذه واعره هذه بالباكيه ديالها 9 أورو 95 100 درهم مغربيه. وانا شريته بغلام هكايه من لوكلير. شوفوا هادو الدراري الصغار في البرد انا غناخذهم لبناتي انايا هما كيبغيوش يلبسوهم ليا اختي كنشري لهم انا كيبغي يلبسوهم. هادي الياسمين هنايا عاوتاني لقيت بيجامات الدراري الصغار ب 6 أورو 99. سي كوا سا كوبير من التليفون وي كومبيان 2 أورو 80 وي وي تي فو وي سي سا اكسيون هذا سي فشي والله على تقشرات هادو في البرد خيرين قبل. Ça parce que chaque fois le pot j'ai gratté j'avais les mains gelées. Ouais c'est bien t'as pris quoi hein? Je sais pas oh, bah oui il y en a besoin que bien. Allez je fais cette chose. ما بغاش اسكو جينا من الصباح شوفوا شنو جبنا معنا عندنا البرغر كين راه فيه حتى الحوت الحوت ديالو احسن كاع من ماكدونالد صراحه انت عجبني البرغر كين. وي هي سوسي كين مسكتش من الغوت يلا نهبط نهزو
البرغر كين تاع الحوت. صراحة كيعجبني هذا تاع برغر كين كولوتر تاع هذاك ماكدونالدز. صراحة كيعجبني هذا، كيعجبني لاصوص ديالهم سميتو. وهنايا البطاطا كيديروها لك بالبصله وبالفرماج. وخديت موناضة كوكا ونفس الشيء حمزه. سفيان الياس غادي نسخنوا ليه الغدا ديالو وصافي. ومن بعد نمشي واختي الاناقه والشياكه وداك الشيء. عرفتوا البنات، جينا تغديت. قبل ما تغدى بعدا بدلت حوايجي. شكون اللي فيكم غير كتدخل كترتاح اختي غير في البيجاما وشي حاجه هكا هي تكون رطيطبه؟ ما كنقدرش نجلس مثلا شي حاجه ديال الخروج ولا شي حاجه ندير بها والو. المهم غادي نوريكم شنو تغديت من اكسيو. خديت هادي قبل ما نلبس عاوتاني حوايجي، ولكن ماشي دابا بلاتي شويه لان عندي رونديفو مع ديك كانزور باش نمشي نقاد هاد الزغيبات هادو. المهم شريت هادي من اكسيو، غزاله يا اختي، روعه فنه. 4 اورو شي 95 سنتيم كيما قلت لكم. خديت هادي وعقبت خديت ليا هادي. هيا 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 تا 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 ولدي كيقول لي تيا تيا قالوا زعما هادي ديكور تاع هي فنه يا اختي، فنه فنه كتحمق. ونوريكم شنو شريت، شي حاجه ديال البرد هكا فيت في. خديت لولادي هاد التقيشرات، عندهم هاد التقاشرات سخان بزايد، ولكن راكم عارفين كل سنه خاصك ضروري تجيب الجديد. اييه اييه ماما اييه. المهم اكسيو ديما واحد مينيموم 60 اورو. هادي شحال خلصنا؟ 67 اورو يا اختي. كتقولي ها نتوما هاد التقاشرات هادو البناتي. خديت هادو، خديت لهم البنات، خديت لهم، كنت بغيت ناخذ لهم هادوك اللي كيتلبسوا بحال البانطوفات، ولكن ما غير كيلبسوهمش ليا ديجا مجرباهم، غير جبتهم ليهم كيلبسوهم مره ومن بعد كيتتناموا كيبقاوش يلبسوهم. عقب خديت ليهم تقاشر سخينين سخيخنين. هاد شوف شحال زوينين يا ربي. ها هادي خديتها الاسيا زكا ماما زكا غطيت قرب لي هادشي كله. شتي راه كيجر اخد شوف ايديا زكا. اه شوف كيقلب على هادي هاك شد. وخديت هاد التقاشر هادو الياسمين ولا ما عرفت ايناس. خديت هاد الصباعات البنات هما يا جات ديجا عندهم. خديت هاد الباندا، خديت هاد القيشرات ليا انايا نبرشي نسخن فيهم رجلاتي، راهم فيهم الثقل يا اختي، الثقل والشعر مبلي. خديت هادو دائما كناخذ منهم هادو تاع هاد الحلقات كيعجبوني هاد الدائريين. وخديت هذا ما عرفتش خديت حوت ثاني اخر ويلي زعما 69 اورو في هادشي. خدينا زيت للطوموبيل لاننا محتاجين غنديروا الطريق ان شاء الله ومحتاجين زيت للطوموبيل. شنو ثاني كنت كنا بخي دو بلوس كوسا. يسون لي جوي داكشي اللي خدينا للبنات يسون. موريتكم حوالي تنقول اوي 67 اورو في هذا نسخن اختي رجليا هما اللي ولين دابا نيت. هادو خداهم حمزه هو اللي خداهم خداهم البنات عزيز عليه هادشي. هو غير كيدخل الاكسيون كيبدا يقلب على هادشي ديال لي جوي ولي ليف. هذا السفيان، هذه الاسيا ولا ياسمين، وهذه الياسمين واقيله. و بلو بيتي من الصغير قال لك الكبير. خدا ليهم دي بوزل، هذا السفيان فلاش، هذا واقيله الايناس بوزل كيخدموا الدماغ ديالهم يعصروا شويه باش يجمعوا هذه الياسمين. والخرى والخرى الاسيا. هذا وداك الزيت، زيت هو واقيلا اللي غالي لانه كيدير كوم في الويل كنا شتي واقيلا كي الويل 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 كنا شتي اكسيون. كوم يا تتغفل. ما غاليش. وهذا خديناه لالياس شوفوا. واخا راه عندو 9 اشهر يخدم الدماغ ديالو ويركب لينا هاد الطوموبيل هاد. يلاه البنات بقاو معايا نمشي نتهلا في راسي اختي. ويا هلا ويا هلا بالحبايب. البرد والقارس يا اختي، يا البرد 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 البرد. المهم شوفوا الحلقات اللي خديت من اكسيو، واخا دوماج هاد الحلقات ديال اكسيو راه ما كيبقاش ليهم نفس اللون دغيا كي اش كنقولوا ليهم
غير اللون ديالهم لا الصفيفر ولا الاخر الفضي كيمشي يعني عاد ديباناج وصافي بحال دابا خارجه اول مره تمشي للصالون تمشي ليهم بحلقات هكا مزيانه. المهم البنات قررت انني نمشي للصالون اللي هو لقيتو صراحه كما قلت لكم بيان نوتي في جوجل. الناس اللي هضروا اللي قصوا عندهم واللي قادوا عندهم كيعاودوا عليهم مزيانين. عيط لهم حمزه في التليفون هضرنا معاهم على التانيين وعطانو الرونديفو ياك. حنا غادي انا غادي نمشي عندهم ولكن انا فكرت ما غيقدروش يديروا لي التانيين وانا غادي نكوبي الشعر ديالي وغادي ندير الصباغه. كنظن انها غادي تقطع لي شعري ودير لي الصباغه والتانينو شوف امتى حيتاش كل حاجه بالوقت ديالها. انا غير قلت انا غادي نشوف واش تقول لي واش ديروا لي او ميم طون ولا سمعتوا حتى هو كياخذ وقت هاد التانينو هذا. المهم البنات عقلوا على هاد الوجه هذا دابا حاليا من قدام داري مباشره عقلوا عليا كيفاش دايره وتنوضي ها شدي معنا الضد عقلوا عليا دابا وتشوفوا اختكم كي غتخرج زاز اللوز زاز اللوز اختي زاز اللوز مرة اختي نرجعوا الشباب ونجدوا الشباب. يلا بقوا معايا وتشوفوا اختكم كي غتبدل ان شاء الله. المهم البنات راني في الصالون دابا كنصور لكم صراحه كاينين الناس بزاف ما نقدرش نصور ما بغيتش نشد وجه حتى شي واحد. المهم الصالون باينه فيه صراحه كبير زوين فيه ولاد فيه بنات المهم تتبان لي النتيجه ان شاء الله وشاركه معكم صافي يلا نشوفهم بعد ان شاء الله. هنا شدتني البنت صابغينا اللي غدير لي تبدل لي لا كوب ولا كولور صراحه ما غاتش دير لي التانينو لان شعري واكل الدق. المهم قلت لها صوريني قبل وبعد هذا هو الشكل ديالي قبل الشمس هنايا. المهم البنات راني غادي حيدت لي ماش لان اختي كثروا عليا اللوانات في الشعر ديالي حيدت لي لي ماش وكلشي غندير واحد لا كولور 775 كنظن لا ما نعرف لا ما عرف انا رقم وراتي. المهم وراتو لي على الوجه ديالي عجبني يعني غنبدل كلشي لان هنا النص ديالو ولا كحل والنص هنايا ديالو ولا ما بين صفر وحمر وغدير لي واحد لوسوا دابا هي درت لي الصباغه وغتجي مع شطيتها ولا تقطع ولا ما نعرف. المهم هي غتشد لي التليفون وغادي تصور لي من غادي تصور لي زعما الشعر ديالي من هذا وغادي نخلي لكم الانستغرام ديالها ما عرفتش شنو سميتها دابا نسولها نخلي لكم الانستغرام ديالها في لاباغ دو غوشيش اللي بيمشي عندها ايش عندها دريه ظريفه زوينه. و قلت لها ديري قلت لها راه عندي انستغرام ويوتيوب قلت لها بغيتي نحط لك سميتها حتى فرحات قلت لها والله تنحطها لك بنيها ليا ايوا صافي. المهم شوفوا كاين الشمس هنا واحد الحاجه نقولها لكم هنا كاع اللي داخلات سبحان الله كيصيفوا شعرهم هنا الفرنسيه تعزيز عليهم الشعر القصير كوب غارسون هكا حسن كيبان لكم هكا كيبان لكم بلا ضو كلهم تبارك كلهم كيديروا كوب غارسون كيحملوا الشعر. ايوا غادي نشوفوا كي غيخرج ليا. المهم عطيوني الراي ديالكم علاش عطيوني الراس اللي ما عجبكمش الدنيا يعني اللي عجبكم نقولوها ليا يلا هي جايه البنت. Voilà, c'est cool, ça repensait un petit peu, au moins ça a uniformisé toutes les mèches sur les longueurs, parce qu'il y avait deux temps. Et au premier shampoing, ça s'éclaircira du coup. D'accord. Voilà. Il y aura un petit peu plus de contraste du coup au prochain shampoing. Là, ça sera vraiment un peu plus naturel, mais au moins on a tout bien récupéré. Il n'y a plus de bêtises. فوالا البنات النتيجه النهائيه خصوصا من لور قلت لها عافاك صوري لي الشكل ديالي من لور يعني ما غاش نقدر نصور لكم الشعر ديالي من لور. شوفوا تبارك الله كي جا
عرفتش نقدر نسميها ماش عسليين ولا غير صباغه. وفي زعما في الغسله الثانيه غيوضح اكثر واكثر. ايوا كي جايتكم البنات غادي نشوف رده فعل الاطفال. اطفالي اطفالي يا حبايبي هاني جاياكم. ما عرفتش ندرت الحمزه كره لوطو في القوق كره حمزه انت في الشعر اللي معدوش ناري ناري حمزه مسكين خليتهم لي وخلي دابا شي 3 سوايع وانا في عند كوافورا 3 سوايع يعني اختي 3 سوايع باش نقاد شعري ونقاد وندير الانتكه يا اختي انتك ليا مع راساتي. مهم البنات درت سوان تقطعت درت سميتو بزاف التخربيق. مهم داكشي كاين شي كلمه فهمتو شي كلمه ما فهمتاش يعني واحد دي تخربيق عندهم هما الكوافورين. مهم كلشي قبلتو علاش لان اختي شعري هو الاول حيدوا لي منو هذوك لي ماش لان هذوك لي ما صافي لونط ما عاودتهم تقدرتهم قلتها لها مع الكونفيرمون وداكشي ما بقيت عاودت انايا الشعر ديالي ما بقيت درت ليه لي ماش وسدوني هما يا حتى الكوافورين وداكشي ما بقاوش خدامين واحد المده ديال وقيله مده ديال شهر كنظن بلي داروا الكونفيرمون قبل. ايوا صافي قلت لها رانا هانت شوفوا البنات كي جاكم والله الا عجبني يا اختي حبيتو عجبني عجبني والله يتعجبني بزاف البنات. قولوها لي في الكومونتيرات ام احسن هذا اللوين هذا ولا لي ماشي اللي كنت دايره راه ممكن دابا غير هذا الشامبوان الاول. قالت لي الشامبوان الثاني راه غادي اكليغسا ليك مزيان يعني يوضح لك مزيان غير هذا الشامبوان الاول. الشامبوان الثاني غيوضح لك مزيان ومره اخرى زعما قالت لي خليه يرتاح دائما الزربه خليها ترتاح يرتاح عاد ممكن ديري لي ماش بشويه بشويه حيت انا لي غاسين ديالي هنايا بلي وصلت عندها هنايا لي غاسين كحلين وهنايا لي ماش كلشي لي ماش هبطوا سي نورمال مع الوقت ما بقيتش عاودتهم هبطوا ليا وشافتهم هبطوا ليا وهنا لي غاسين عندي كحلين. قالت لي داك وجابت لي الطابلو قالت لي اختار وهي اللي عزلت معايا يعني عطاتني دي كونسي لان هي عندها بيان سيغ اش كنقولوا ليها اويلي حي عندها الخبره فوالا عندها الخبره عليا. قالت لي سميتو قالت لي نتمو غادي زعما من هذا ومن هذا الفوق شويه شويه يعني توضحي مزيانه بيجي توضحي غير هو قالت لي نمشيو بعدا من هذا اللون هذا اللي غيليق لك بالبشره ديالك اللي هو هذا. صراحه يديها زوينين عام ما نكذبش عليكم على الماساج اللي دارت لي شي حاجه اللي انا اصلا ما كنكذبش عليكم شاربه فنيده اختي شاربه فنيده عيد بنات ظل ما طاحت وصلت ظل ما طاحت غنقول حمزه يدير التليفون ديالو في التخيبكي نشوف الدار ديالي شاعلين الضوا غنقول ليه يدير التليفون في التخيبكي باش تشوفوا الرياكسيون بلي انايا ندخل وتشوفوا هما يا باش يكون عندكم باش يكون التصوير هو هذا. اه ماما لا ابلي ما ديك لا ريفي لا alors on va voir sa coupe de cheveux hein. J'espère pas qu'elle a les cheveux courts parce que moi j'aime pas les cheveux courts. Ah ben voilà. Là voilà. Oh. Bon, déjà la couleur elle est jolie, hein. Mais c'est court ou c'est pas court? Regarde, c'est pas court ça. Mais non, t'as fait court comme ça. Fais voir. Oui, ça va. Attends, non, j'enlève la veste parce que sinon. Kijako, ma belle. Kijako, comment tu veux trouver Asiel? Sérieusement, hein. Waouh! D'abord, mais je te laisse le goût de ma vache comme ça. En fait, c'est joli, mais c'est trop petit. Mais pourquoi tu fais comme ça? T'as enlevé tous tes cheveux. Non, j'ai pas enlevé tous mes cheveux. Rien de quoi? Avant, tu les avais là. J'ai enlevé au moins ça les cheveux. Non, mais tu les trouves jolis ou pas? Sérieusement. Oui, la couleur, elle est jolie. Ça change hein, quand même. Non, pas la couleur. Ou c'est la coupe. Oui. Tu la trouves jolie? Asia. Oui, c'est joli le truc comme ça. Yasmine, viens, on te voit pas. Dis-moi la, ton, dis-moi ton avis. Inès, c'est trop belle. Avec cette coupe. Et toi, Asia? Bah, c'est trop petit. Tu soutiens Hamza? C'est joli avec les cheveux. C'est beau, mais c'est petit. Ouais. Mais c'est normal. C'est joli, c'est joli là. Le salon. Comme ça, c'est joli. Le salon, quand on regarde les gens, ils ont une coupe garçon. Que des coupes garçons. J'étais la seule les cheveux longs. Les autres, ils font coupe garçon s'ils veulent, hein. Oui, chacun son chanson. Ça vient, moi aussi. Pardon. Baba. Alors, d'abord bien. Tout à l'heure. Allez, en toilette, maman. Maman, elle a coupé ses cheveux courts.
Moi j'aime bien, je suis contente, franchement je suis contente. قولوا لي يا البنات كي جاكم كي جاتكم هاد لا كولور جديده والقطيعه الجديده مزيانه. حمزه الا با لي شوفو كور سي فري ما كيبغيش لي شوفو كور مي كور مي انا عزيز عليا صراحه جيم ترو لي تقطيعه اللي كيكونوا قصارات كيعجبوني. اولا ساهلين في المشيط بالنسبه لي انايا ساهلين في المشيط وبالنسبه حتى الانتروتي كيكونوا ساهل من الشعر طويل وانايا من النوع اللي شعري فيت في زعما يطوال فيت في اي وي سي نورمال ماما نعم pas 6 heures j'ai 3 heures juste 3 heures juste 3 heures mais j'aime bien franchement j'aime bien نقول لكم السلام عليكم ونتشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. الو قولوا سلامه 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 لا تيشيرت دو فو يلا بالسلامه وعليكم. الو نشوفوا ان شاء الله الفيديو الجاي.